وانا جاي 30 دابا 30 اللي كاينه في هذه المقاطعه فاش انا مولا رشيد أنا على الاقل كاين واحد 3000 جمعيه 3000 جمعيه تقريبا مارس هذا تقريبي راه كل زنقه فيها جمعيه وكل اش كيدير الجمعيات هادو اش كيديروا يعني بالنسبه للجمعيات كاين الجمعيات النشطه اللي ما غاديش كاين جمعيات نشطه ما غاديش النشطه واللي كنهزوا لها قبعه داخل مقاطعه مولا رشيد والان هي اللي كتعاني أبا بالنسبه لي كاينين الجمعيات اللي هي خلقها المجلس حاليا هي الجمعيات كما كنقولوا المستفيده داخل مولاي رشيد المريقيه اذا مشاهدي قناه شوف تي في معنا السي سعيد ابن منطقه مولاي رشيد وفاعل جمعوي وانا جيت هنا باش نتكلم على واحد البلاغ السنكري ديال واحد شبه جمعيات مسترزقه كتسمعوا بهذوك المريقيه ديال رؤساء الجماعات دوك اللي كيلحسوا الكابا بهذه الكلمه هذه فجيت تكلمت على الحال ديال الملاعب ديال القرب وكذلك تكلمت على الملعب الكبير ديال مولاي رشيد اللي كيتعطى الفروق كتنتمي للقسم الاول يعني البركان الرجاء اسفي جاو قاموا بالاستعدادات وما كيخلصوا حتى شي حاجه يعني بالمجان كاين الناس كيتعاملوا بعضياتهم ولكن هذوك الفرق يستافدوا من واحد الدعم من الدوله ومن الشركات ومن الاشارات فمفروض انك تكري وهذاك الملعب خاصهم يستافدوا منه ابناء المنطقه لان الفرق ديال الاحياء ديال المنطقه ولا الفرق اللي كتلقى اللي كتنتمي لقسم الهوات ولا القسم الثاني ما عندناش كانت امجد سيدي عثمان ما بقاتش فتكلمت كذلك على التسيير ديال رئيس مقاطعه مولاي رشيد اللي خدا الدعم ديال التسيير من مجلس المدينه ديال السنه اللي فاتت يعني دابا عام دابا باش شد الرئاسه السيد شد فلوسه وبرك عليهم ريح الارض ما بقاش باغي يتحرك ما بغى يصلح ما بغى يزفت ما بغى يدير ولا شيء في هذه المنطقه شنو غادي يدار غادي يخرجوا دوك المريقيه ديال الرئيس وانا كنسميهم مريقيه هاد الجمعيات ماشي جمعيات كاملين كيف قلتي بان كاينين جمعيات نشيطه جمعيات اللي كيتكلموا بحرقانه ابناء المنطقه هاد الجمعيات ناضوا كيستنكروا بان هذا الشيء كذوب وكيمجدوا في الرئيس مزيان انتم ما لكم حتى شي حاجه انتم هذيك النعيمه خفتوا عليها راكم كتهضروا كنقولوا حنا المريقيه اللي كاينين في منطقه مولاي رشيد كنتكلم على بعض الجمعيات والبعض الجمعويين اللي كيعطيو الولاء ديالهم للرئيس في كل شيء العوض ما تخرجوا ببلاغ هضروا على الحال ديال المنطقه هذا الرئيس اشنو دار هذا العام اللي جا اشنو دار خدا الدعم ديال التسيير وكان الفائض اللي كان من المجلس السابق ربما راه كاينه في واحد 4 مليار ولا 5 مليار السيد اشنو دار ما كاين ولا اصلاح راه من نهار جا بارك حاجه واحده اللي دار باب كيبدل البولات في حي الفلاح بولات مرحبا سي سعيد شبالك خويا انا تفرجت في الفيديو ديالك وشفت هذاك التعليق ديالك اللي كان في المستوى كيهضر على مقاطعه مولاي رشيد وشرف لينا ان صحفي في المستوى يهضر على المقاطعه ديال مولاي رشيد وهذه هو اللي حرك فيا الغيره ديالي انني نجي انا حاليا دابا الان ما كنعرفش الاسم ديالك اقسم بالله العظيم انا ثاني الله صوتك لك الاسم الاسم ديالي دابا حاليا ما كنعرفش الاسم ديالك اقسم بالله العظيم ولكن اللي حركني انك هضرتي بغيره على مقاطعه مولاي رشيد هضرتي على التسيير مده سنه ان ما دار فيه حتى شي حاجه يعني وهذا واقع الا خرجتي المقاطعه ديال مولاي رشيد وسولتي راه تلقى يعني داك الشيء نفس الكلام ونفس يعني نفس الحال اللي انت عليه الشوارع كلها محفره واللي مولاي رشيد كله عليه الشوارع كلها محفره شي غير كنا نجيبوا البصلانه وسدوا دوك التقابين نقولوا وراه الرئيس تحرك السيد راه ما كاينش مده سنه وحنا عايشين وسط الزبل وهذا الرئيس راه عنده اصلا سوابق في هذه المنطقه هذه الرئيس راه كان رئيس قديم شحال هادي وعاود رجع وما عمره ما دار شي حاجه وما غيدير والو وهذا الشيء راه بشهاده الناس اللي معاه كاينين الناس خدامين معاه راه تما كنقولوا مغمسين معاه واكلين شوف هذه هي الطريقه ديالو وهذه هي الاستراتيجيه ديالو يعني ديك السنوات الفارطه اللي كان فيها هو كرئيس يعني نفس السيناريو اللي كان كيحبك هو اللي الان غير هو الان يعني تغيرت الامور لان ولاو منابر اعلاميه ولا الفيسبوك ولا بنادم كيقدر يخرج اللي كان اما كان في الاول كان داكشي كيكون كلشي مدمق يعني كلشي اعطيني غمس كول تحت من الطاويله داكشي كلشي كان وهو نفس السيناريو اللي بغى يعاود هنا في المنطقه ديال مولاي رشيد بالنسبه لي هو كرئيس سابق في المقاطعه ديال مولاي رشيد اللي ما دار والو ما غادي يدير حتى حاجه الا قريت الا سمعت في ذاك البلاغ قال لك سيدي بان هادشي من وراه هذه خطه معموله زعما
انا خدام مثلا ماشي ولا عندي شي انتماء مع شي حزب ولا من شي، باش نقول لكم واحد الحاجه، انا ما كنامن حتى شي حزب، وما كنامن حتى شي رئيس مقاطعه، وماشي مريقي. الحمد لله الصالير ديالي في الخدمه يغنيني على دوك الفرانكات اللي كتضربوا من جيوبكم، يعني نتوما كتكريو التيرانات 150 درهم كتضربوا عندكم منين كتشفروا هادشي. راه كامل كنقول انا ما كنخافش بالمنطقه وما عنديش الحرج، ما عندي لا لهذا لا لهذا. هذا الرئيس كون كان مزيان اول واحد غنقول مزيان سيد خدم، ولكن عطيوني شي تحدي نوضو نتوما خرجوا معايا وقولوا لي اشنو دار وشنو دار، بينوا لي. اما باش تكون مريقي وتبقى تمجد في الرئيس ديالك هذه ما كنسميهاش من شيم ديال الرجوله، لان الرجوله ديال خاصك تهضر على المنطقه، تهضر على الحال هذه المنطقه عايشين فيها ولادك. لا بالنسبه للبيان السنكاري هو ضرني في خاطري انا، شو انا بالنسبه لي شو من هذه الجمعيات، يعني من بعض الجمعيات اللي هي دارت هذا البيان السنكاري، يعني ضراتني في خاطري انا. بس دير بيان السنكاري ضد واحد خينه قال واحد كلمه حق، راه عيب وعار. علاش ما خرجتوش هاد المده كامله تستنكروا هادشي اللي كيوقع في مقاطعه ديال مولاي رشيد؟ يعني ما جاش من يتكلم هاد الصحافي وسال المجلس ديال المقاطعه ديال مولاي رشيد، انا كنت منتظر من المجلس هو اللي غادي يخرج وغادي يرد، ولكن كنتفاجئ بان هادوك الجمعيات هما اللي خرجوا المريقيه داروا البيان السنكاري. راه عيب وعار بان هادي راه بصمة عار بالنسبه لهم هما، الا بحالة وحده، الا ان هاد التنظيم اللي دار دابا ولا هاد الجمعيات اللي خرجت بالبيان السنكاري هما واحد العلامات معروفه دائما، يعني بالتمراق ديالهم. انا ما كنتش ما غير ندير، ولكن داك الشيء ضرني في خاطري كواحد من الساكنه ديال مولاي رشيد، بانهم هما مستافدين مستافدين. انا ما جيتش وتكلمت غير بالنسبه لكم كجمعيات مجتمع مدني اللي الان يعني مده سنه كلهم رجعوا مدارس رياضيه، يعني بالمباركه ديال نائب ديال اللجنه الرياضيه هو اللي خلق هاد التنظيم، هاد رئيس قسم الشؤون الرياضيه في هاد المقاطعه، يعني توا عنده كلام وفي كلام. شنو دار لهم؟ خلاهم يعيشوا فسادا في يعني في الملاعب ديال المقاطعه ديال مولاي رشيد، لان دابا هاد الملاعب راه غسلوا من الناس. هاد الملاعب ديال القرب غسلوا منهم الناس، هادو راه بروجيات، هادو راه بروجيات خطيره. وبالنسبه لهنا حنا سهلنا حنا الحمد لله، لان هاد البلاد فيها قانون، وحنا هاد الرسالة كنوجهوها للعامل ديال المقاطعة ديال مولاي رشيد، والوالي ديال المقاطعة، ووزارة الداخلية، والمجلس ديال اللي فتح تحقيق في هاد الشيء اللي كيوقع في الملاعب ديال مولاي رشيد، يعني من هاد التسيب. شي جا شي إلا كانوا الملاعب، أنا كندوي على جميع الملاعب، ماشي ضروري أنا في المنطقة ديال مولاي رشيد، راه كل الملاعب ديال القرب كلهم فيهم الفساد، فيهم ناس غير في مقاطعة ديال بمسيك. كاينين جمعيات اللي كانوا شادين الملاعب ديال القرى، داروا ديزابارتومون وداروا الطوموبيلات ديالهم وما كان عندهم والو. انا هادشي هاد المبادره راه تعطات مجانا بالنسبه للوليدات ديالي يستافدوا منها، بالنسبه للشباب ديالنا، بالنسبه للشياب ديالنا، علاش لا؟ انهم يجيو يلعبوا مجانا. الوليدات ديالنا الان كيتستغلوا من طرف واحد الجمعيات اللي سماوا راسهم مدارس. واش مدرسه ما فيها لا طاقم طبي لا اطور، يعني لا 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 تكوين بعد هذاك، لا معد بداني، وهذاك المؤطر واش عنده شي تكوين بعد؟ ما عندوش اصاحبي، راه مجرد شحال داروا؟ شحال داروا لا فلوس؟ راه كاين واحد اللي دار 1000 درهم 1600 ريال، يعني انخراط، و20000 فرانك في الشهر، زائد 400 في السيمانه. دي الراجل اخويا للوداد، دي الراجل للوداد، دي الفتح سباسه، دي الفروق اللي عندهم مؤطرين. انا عندي مدرسه مثلا وما عنديش تيران، وكناخذ اطار المبادره اللي هي مجانيه، كناخذ 1000 درهم وكناخذ 20000 فرنك، وكاين اللي كياخذ 80 درهم، كل واحد كيفاش كيخطف من هذه الكيكه اللي داخله في مقاطعه ديال مولاي رشيد. وحنا كنهضروا على هذه الملاعب القرب بانها مجانا لوليداتنا، وفي غض النظر على السكوت ديال الرئيس المقاطعه، زائد بان النائب والنواب النواب ديالو اللي برادر ديال الرئيس اللي هو الان اللي كتهز ليه المقاطعه وكتهبط، لانه البرادر وانه مشى في انتخابات مع رئيس المقاطعه، والان اللي هو الان متورط مع هذه الفئه هذه اللي هزت البيان الاستنكاري. علاش؟ هذه هي كما كنقول خيط العنكبوت، كيفاش كيحركهم الرئيس؟ بانهم يا اما تستافد وتسكت،
وقت ما بغيناك دير شي بيان غنغوتو عليك دير بيان استنكاري. علاش غندير بيان استنكاري على واحد كيهضر على مقاطعه مولا رشيد بغيره؟ علاش غندير عليه بيان استنكاري؟ وانت دير زعما من باب الرجوله؟ هذا من باب الشيء. غنكمل لك والله تجدد الضحكه. يديروا حتى 10 انا بغيت مزاني اليوم يديروها باش نعاود نضحك عليهم، لان هادو انا اش غنقول لك مريقيه. انا كنت تمنيت انهم يديروا بيان استنكاري، يجيو يشوفوا الاكتظاظ ديال المدارس اللي عندنا اللي 40 وصلت 40 تلميذ في القسم. كنا تمنينا انهم يجيو يهضروا على هاد الناس اللي فرضوا عنا الفرنسيه بلا ما يستشرونا. كنت كيبغي تحول ولدك عرم القسم القسم، خاصك تجيب امر من ولي الامر ديالك باش تحول ولدك اولا باش تبدل لي الشعبه. تصور بينا لين ونراها تفرض على وليداتنا الفرنسيه، ولدي ما عرفش العربيه، حتى الحروف ديال العربيه باقي ما عارفهمش، فرضت عليه الفرنسيه. هاد القضيه ديال الفرنسيه اللي بعيده، شوف هاد بيان استنكاري يدوي على الحمير، يدوي على البغال، يدوي على الغنم، الغنم اللي في الزناقي، الغنم اللي في الزناقي اللي رابطين لهم الحمير قدام البيبان ديالهم، دويو على اللي الناس ولاو كيقولوا الجماعه القرويه مولاي رشيد، دويو على الزفت الطرقه اللي محفرين، دويو على الاناره اللي ما كايناش. سيروا المسيره واحد غادي تلقاو مسيره واحد ومسيره ثلاثه ومسيره جوج، غتلقاو دوك البراط الحمري اللي دار في التسعينات باقا ما تبدلوش. سيروا دويو على سوق نموذجي، ما كاين سوق نموذجي واحد في هذه المنطقه ما كاينش. اما اللي غادي دوي سميتو انا كنسميك مريقي، هاد الجمعيات مريقيه. بوسو ايد سيدكم، السلام عليكم. ولي الامر ديالهم راه هو رئيس المقاطعه. لا لا دابا راه مفوض للراي للنائب ديال اللجنه الرياضيه، هو اللي كيتحكم الان في هذه الفرق الرياضيه، هو اللي كيعطي الاوامر ديالو. وحتى التحركات هذه اللي تحركوا هذا البيان استنكاري راه ما جاش عباده. هذه التخربيقه هذيك انا جاتني الضحك انايا، غنضحك معاهم انايا. تصور دابا اللي واقع دابا، هو رئيس ديال هذا التنظيم اللي عطاه دابا انه ياخذ البرمجه ديال مولاي رشيد. هو الا بغيتي تبرمج داخل التيرانات خصك تمشي عندك التنظيم، ما تمشيش للمقاطعه ديال مولاي رشيد. وطرات لبعض الاخوان داروا طلب باسم الرئيس ديال داك التنظيم، هذا اللي دار البيان استنكاري. علاش؟ باش ياخذ الرضا ديال سي رئيس اللجنه الرياضيه. هذا رئيس اللجنه، هذا رئيس اللجنه الرياضيه. الاخبار اللي عندي بانه خلاو هو مغمس مزيان، يدو عامر مرقه وكي، ولكن راه ما كاينش اللي غادي يحاسب. راه الرئيس اللي خاصو يتحاسب راه حتى الساعه باقي ما، ولكن حنا جايين ليها، لان هادي غادي نطالبوا المجلس الاعلى، عفوا المجلس المدينه، يعني كانوا عطاو واحد الدعم ديال التسيير ديال السنه الماضيه، هذاك الدعم ديال التسيير باقا حتى حاجه ما تخرجت منه، فما يمكنش هذا العام ياخذ الدعم ديال التسيير. جبد بعد هذاك الشيء اللي فات فين مشاو الفلوس ديال التسيير ديال العام اللي فات، عاد نشوفوا هذا العام. يعني الرميلي راه مشاو لمراكش، يعني مشاو هذوك الفلوس ديالنا مشاو يعني لمراكش. وشوفوا وجوا مع راساتهم وكلهم، قال لك كيضربوا على خلقه نسى اللي خلقه. بالنسبه لهاد المستشارين الان ديال مقاطعه مولاي رشيد اللي كنا متمنيناهم انهم يضربوا الطاوله ويحركوا مقاطعه مولاي رشيد ويحركوا المشاريع اللي في مقاطعه مولاي رشيد ويحركوا. دابا هاد الناس باش نعاود نعطيو واحد النقطه مزيان. نعم كاين اللي غيقولوا بان المواطنين اللي انتخبوا ليه، لا المواطنين ما انتخبوش لهذا الرئيس، المواطنين ما انتخبوش على هذا الرئيس، هذا الرئيس ربما جا هو الثالث في الترتيب ولا ماتو الرابع ولا ماتو الخامس، ولكن كاين بيادق اللي كيبيعوا الراس ديالهم مثلا ك شوف الطريقه ديال الانتخابات في المغرب ما كانتش نازيه، ما نقولوش ما كانتش نازيه، هي مقاطعه مولاي رشيد. لا ماشي وكان على بالنسبه لمقاطعه مولاي رشيد راه ما كانتش نازيه، ملي غيتحط واحد الرئيس اللي هو غير مقبول في مقاطعه ديال مولاي رشيد يعني راه ما كانتش نازيه. أنا كنقول العملية الانتخابية عامة في المغرب كتخلي واحد الفرصة ديال أن السيد اللي جا الأول هو اللي ياخذ، لا كتخلي فرصة أن السيد اللي جا الأول ما يشدش الرئاسة، ما يكونش هو اللي كيقود، وتقدر تكون أنت الأخر ولكن تولي أنت هو الرئيس. الطريقة ديال الانتخابات في المغرب كتعطي فرصة للمفسدين، أجي نتابع لي الأصوات ديالك، أجي نتابع لي الأصوات ديالك، هادشي اللي وقع، هادشي اللي وقع. راه باقي في عهد العبودية. أنا غير باش الناس يفهموا، أنا ما عندي حتى شي مشكل مع هذا الرئيس، وما عمري عيطت ليه، وما عمري ما مشيت عنده. انا كضربني النفس غير على هذه المنطقه، كتبان لي الدعم ديال السير خديتي، اذا خاصك تخدم. جيتي تقدمتي انتخابات وكتقول بانكم جيتوا تخدموا الوطن والمواطنين، ما خدمتوا حتى شي حاجه، خدمتوا الجيب ديالكم. كاين الفلوس تعطاو من مجلس المدينه، هادشي خاص يكون فيه واحد الـ واحد الـ واحد اللجنه ديال التحقيق، يعني من تجي لجنه يعني تابعه للداخليه، جيو ديروها طلعوا شوفوا هاد الفلوس فين مشاو، اشنو درت بها السيد،
ما دار بها والو. الا كانت شي حاجه يكذبونا الكراج مصيبه. اقل ابسط ابسط حاجه هي غير مسائل ديال الموت ضالوات بالنسبه اتاف حاجه كما كنقولوا. ملي كتمشي لا 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 الكراج كتلقى واحد خينه كيعيا وقيلا فهاد فهاد البصري واحد الديكتاتوريه خرج برا وقف تم اخويا. حنا راه جينا بغينا غير ضالوات. وتوفى واحد السيد الا كان شي ضالوات في المستوى تاع اليوم قال لك لا المجلس السابق ما خلى لنا والو. انت قاعد تقدر لينا ديما المجلس السابق حتى هو غادي نكملوا عليه حتى هو غير هاد الصفقات اللي كنتكلموا عليهم ديال هاد الملاعب. فكاين اخبار كتقول بان السي الحياه يعني الرئيس المجلس السابق يعني كلا وغمس مزيان في هاد الملاعب اللي كاينين هنا ديال القرب. وحاجه واحده اللي تشفع للحياه هو انه في اخر الولايه ديالو قاد الطريق هذا سميت الشارع هذا اللي غادي من المسرح غادي للعماله ديال مولاي رشيد. يعني تم الاصلاح ديالو بالاناره. المهم حاجه واحده اللي دار هاد الملاعب ديال القرب والاخرى دار انجاز. اما راه ما دار تزفت حتى هو ما كاين حتى شي حاجه. هاد المقاطعه ربما مغضوب عليها. هاد المقاطعه ما غادي تتحرك الا لكان مولاي رشيد يعني واحد الواحد كما كنقول واحد لا سميتو مغضوب عليها. يعني كما كنقولوا واش فيها شي سخط الله اعلم. فيها شي دعوه الله اعلم. يعني ما بين المجلس السابق والمجلس الحالي فيها المراقيه. شوف ما كاين الناس هما ما كيهضروش. لا الناس مغلوب على امر الناس مضروبين مع المعيشه. كنطلبوا الله يحسن العوان. كل واحد مسكين يكون واجد ظروف وكينوض مع الصباح غادي يمشي يصور واحد 70 درهم ولا 50 درهم حتى في الظروف ديال الغلاء دابا وهذا. ما غاديش نبقاو نهضروا على 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 الحاله اللي كيعيشوا فيها في مقاطعه مولاي رشيد. ولكن كنشوفوا الناس اللي خادوا زمام الامور انهم باش يهضروا على مقاطعه باش يترافعوا باش يرفعوا من الشان المحلي ديال مقاطعه ديال مرشيد كتلقاهم كيتملقوا للرئيس. علاش؟ حيت الرئيس عنده الفلوس. الرئيس عنده الفلوس هاد الناس كلهم كما كنقولوا كلشي كيتملق. راه شنو وعي راه عندك كرامه هي الاولى. خلي عليك التملق وهذا. راه التملق راه بصفه عامه تملق وتمرق ماشي التمرق. والله خادوا شي حاجه. اذا مشاهدي قناه شوف تيفي في هذا هو الواقع. انا كنت بغيت نقرا لكم ذاك البلاغ اللي كاسبين ولكن للاسف ما كاين. المهم داك الشيء كيضحك. وفي هذا الاثناء راه هو كيجمعهم الان في المقاطعه باش يزيدوا يعاود يعرفوا على هذا الصحفي انه ما يزيدش يتكلم. شنو فاش؟ غادي يزيد كيفاش يرفعوا دعوه سير داك الشيء اللي قلتي ما كاينش. سير اسيدي مرحبا في كاين المشكل؟ هذاك الشيء اللي قلتي بالنسبه للملاعب القرب بالنسبه داك الشيء ما كاينش. كاين اسيدي وعليكم السلام. ترفع دعوه الحاليه اللي كيحضروا ليها هاد المريقيه الان. علاش؟ حيت هما مستافدين في الكيكه. هذيك الساعه ملي تحيدات لهم الكيكه راه كلهم طلعوا داروا وقفه احتجاجيه للرئيس المقاطعه بانه راه عيطوا لي انا يا صاحبي. راه هذوك اللي داروها راه كانوا واقفين هنا راه هنا راه كانوا هنا وكانوا مجموعين وكيغوتوا كانوا في الشمال الدار وتا واحد ما قدر يهضر حيت تحيدات لهم المصاصه. راه عيطوا لي انا ملي رجعت لهم المصاصه. يعني راه كل واحد كي دابا كيحركهم كما بغاو. هذه فاش يلاه تعين هذا الرئيس الرجاء داروا واحد الوقفه هنايا وطلعوا قدام المقاطعه داروا واحد الوقفه احتجاجيه تما. هذيك دارت بتجبد هذا الودن كما قالوا الرئيس. دابا خص اللي يعرف اللي معاه واللي عليه خص يجبد لهم ودنهم. دابا ملي جبد لهم ودنهم راه الاكثريه كلشي مشى يقول سمعا وطاعا. اذا غادي نوصلوا لنهايه هذا المباشر. تحيه للمريقيه اللي كاينين في منطقه مولاي رشيد اللي ما كتضربهمش النفس على الحي ديالهم. نتمناو ان هذا الحي ياخذ الحق ديالو ونتمناو المحاسبه يعني بخصوص الدعم اللي كتلقى هذه المقاطعه. نتمناو واحد الجوله من السيده العمده الرميلي باش تعرف الفلوس اللي كتخرج اللي كتمشي. هنا كاينه السيبه. تبارك الله عليكم ونهاركم مبروك.